واحد من اللاعبين يلي برزوا بالمواسم الاخيره وهالموسم ايضا علي الحاج قبل ايام قليله احتفل موهبه فريق العهد بعيد ميلاده ال 23 وتحديدا بيوم قمه العهد والانصار اللي واجه خلالها شقيقه يوسف. بالفعل الشاب الخلوق مولود بعائله كرويه بامتياز، فبيكفي نذكر اسم والده جمال حاج لنعرف حجم الحب اللي بيجمعه بكره القدم والعشق لها اللي شربه من هو صغير. قصة علي الحاج مع اللعبة الشعبية ووصوله إلى النجومية بهالتقرير الأسبوعي الخاص للزميل عباس عبد الكريم، وبعده أكيد منتابع ما تبقى من الحلقة. أحد أبرز مواهب لبنان بكرة القدم، ابن عائلة كروية ونجل أحد نجوم كرة القدم اللبنانية بتسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية جمال الحاج، استطاع حجز مكان بتشكيلة النجمة باكراً وأصبح أحد نجوم العهد بفترة قياسية. هو علي الحاج. أنا خلقت بعائلة كروية، بي كان يلعب فوتبول وخيي حتى عمومتي وإخوالي، ففيك تقول خلقت بهيدا الجو. أنا بعمر صغير أعتبر بلشت لعب فوتبول، أكيد تأثرت ببي، هو لاعب كان أحد أفضل اللاعبين على مر على تاريخ لبنان. كنت تابع بي أنا وصغير بيلعب بالنجمة، كنت شوف الأجواء الجمهور، فكنت شجع نادي النجمة، كانت الأجواء تكون كتير حلوة. هيدا الشيء خلق هالشيء فيني إنه أحب هيدا النادي وإني مثله بيوم من الأيام. عمر الست سنين بلشت مع بي بالأكاديمية، وبنفس الوقت كمان مع بالمدرسة كان أستاذي الحاج حمود الله يرحمه، يعني أوقات يطلع لعنا على البيت يدق علي الصبح إنه يلا يا علي قوم، عنا بطولات بالمدرسة وكذا بدنا إياك. والأخبار اللاعب المهاري فضل الانضمام لنادي النجمة على الأنصار، وحقق مع الفئات العمرية يلي كان أبرز نجومها بطولة دور الشباب 3 مرات، وصولا إلى مشاركته مع الفريق الأول بعمر 16 تحت قيادة والده ومدربه جمال الحاج، وإلى جانب نجوم كبار كحسن معتوق. هيدا الخطوة كانت هي نقطة تحول لإلي بمسيرتي الكروية. أنت لاعب صغير عم تطلع على الفريق الأول، عم تلعب مع هيدي الكمية من اللاعبين النجوم الكبار، أي لاعب بيحلم بهيدا الشيء. أنت كلاعب بيكون عليك مسؤولية كبيرة، عم تلعب لنادي كبير، جمهور كبير، نادي النجمة. ما بنسى أول جول إلي مع نادي النجمة، كان تيو بوكر المدرب عطاني فرصتي، رغم كنا فريق مدجج بالنجوم، إني أخذ فرصتي كأساسي. كان الماتش أمام نادي الصفا، كان في حضور جماهيري كبير، فتت وحط براسي إنه حابب سجل هيدي المباراة. كنت أصغر لاعب بسجل. تجربتي كلاعب صغير وبلشت بنادي النجمة تجربة كانت استثنائية كتير، كانت كتير صعبة حتى، يعني كان تحدي كبير إلي. أفضل ناشئ بعام 2018، انضم أيضا للمنتخبات الوطنية وتدرج وصولا للأولمبي وأخيرا إلى المنتخب الأول. انتقل إلى نادي العهد بعد انتهاء عقده مع النجمة عام 2020 وهو بعمر 19، ليكون أحد العناصر الأساسية بتشكيلة الفريق ويحقق معه لقب الدورة مرتين، رغم الإصابة اللي أبعدته 6 أشهر عن الملاعب. المقومات اللي خلتني أني انتقل لنادي العهد كانت كتيرة، منها الاستقرار بالفريق، إن كان الإدارة أو الاستقرار الفني. أنا كلاعب كمان كان حلمي أني أحترف برا، ألعب برا لبنان، فنادي العهد بمشاركته الأسيوية واسمه الكبير هيدا الشيء بيساعد اللاعب أنه يوصل لهدفه. علي الحاج ملتزم بالتدريبات بشكل منتظم، وهو يعمل بجهد لتطوير قدراته وتقديم نفسه بأعلى المستويات الفنية وتحقيق حلمه بالاحتراف خارج لبنان. أكيد قصتي بالفوتبول ما حتخلص، أكيد بفكر إني يمكن يعني بكفي بالفوتبول إني أطلع مدرب، أعمل أكاديمية، شوف الأولاد الصغار، يعني ساعدهم ليتطور، وكل حدا عنده موهبة تساعده. هيدي اللعبة، هيدي الطابقة دايما مرافقتني من أنا وصغير. أنا صغير كنت نام بالليل وأنا عابط الطابق، ما فيني فارق هيدي اللعبة، خلص هيدي أساسية، هيدي حياتي ومستقبلي دايما. علي الحاج موهبة استثنائية سطعت بالملاعب اللبنانية واستطاع حجز مكان بين الكبار رغم صغر سنه، وهالأمر بيفرض عليه المزيد من التدريب والتطور ليحمل شعلة منتخب لبنان بالمحافل القارية والدولية بالمستقبل القريب. كمان يعني علي الحاج حكي كتير عن النجمة
بدمهم نشبه يعني. بدمهم نشبه فيها. بس كتار هن كمان اللعيبة يلي بيخسروا فريق نجم لمصلحة فرق تانية. يعني حكينا عن كريم هلأ، حكينا عن حطينا ريبورتاج عن علي، وكمان علي من اللاعبين يلي خسروا فريق النجم. شو السبب الأساسي؟ مش عيامي فما فينا علي. لا مش عيامك، بس إنه كمان إنه اليوم لما لعب، يعني حكيتني بموضوع كريم إنه تلقى عرض أفضل. أنا عم بحكي كلاعب بعمر صغير مثل علي، أكيد ما بيتخلى عنه إذا كنت موجود أنا مثل